مرت اليابان بأيام صعبة، وكلنا عارفين الزلزال اللي ضرب خلال الأيام الماضية واللي سبب موجات تسونامي وخرب الدنيا هناك. بطبيعة الحال الدولة أعطت الجميع إجازة وقالت الناس اقعدوا في بيوتكم عشان الأمان، علما بأن هذا الوقت هو وقت التحضير لاجتياز اختبار المرحلة الثانوية المؤهل لدخول الجامعة. لكن يبري الساموراي نتمشوا سيويدي بزاري في محافظة اسمها إيشكاوا. المحافظة هذه فيها مدرسة اسمها ناناووكوكو. المدرسة هذه تجمعوا فيها الطلاب، دعوا القاعات الدراسية وقعدوا علشان يذاكرون فيها ويدرسون فيها. والغريب بالموضوع ان المدرسين جو علشان يشوفون الطلاب ويسولفون معهم ويساعدونهم ايضا في الدراسة، وايضا بعض الطلاب جايبين الغداء معهم وقاعدين يتغدون في القاعات الدراسية عادي ولا كأن في شيء. وبعض الطلاب قالوا احنا خايفين من الزلزال لكن نحس بالامان لما نكون في حرم المدرسة، وايضا كاتبين على السبورة داي جوبو كيتو نانتو كانارو. نعم ايها السادة الكرام، انها روح الساموراي المقاتلة.